للمزيد ينضم إلينا من استوديوهاتنا بالقاهرة دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أسامة، أهلا بك. إذن تطورات فظيعة كما يصفها بعض المراقبين لهذه الليلة، أكثر من 700 شهيد ارتقوا خلال 24 ساعة، قصف متواصل، قصف نوعي على تجمع عائلات الفلسطينيين في الجنوب تحديدا، جنوب القطاع، بالإضافة إلى تطور آخر وهو المحاولات لفصائل الفصائل الفلسطينية بالتسلل عبر البحر إلى الأراضي المحتلة الأخرى، ولا ننسى طبعا ما يحدث الآن في جنين. كيف تقرأ المشهد هذه الليلة؟ يعني أولا السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمجد لشهداء فلسطين، والتحية لأهلنا الصامدين الآن والذين يواجهون الاحتلال بكل آيات الصمود وآيات التحدي والإرادة. نصر من الله بإذن الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة أخي أستاذ رعد. الحقيقة أن المشهد الآن أصبح في غاية الخطورة على شعبنا الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي كالكلب المسعور، يعني أنا أستطيع أن أقول أنه كالكلب المسعور، مهزوم وفاشل وليس لديه أي استراتيجية في الهجوم على المقاومة الفلسطينية أو ضرب المقاومة، وبالتالي يحاول أن يبحث عن أي شكل من أشكال النصر ولو كان وهميا. هو فشل في الدخول إلى أرض غزة، قام بضرب غزة بشكل هستيري، محاولة يعني تنفيذ خطة أو ما يسمى بالأرض المحروقة، لكنه فشل، اعتقادا منه أنه سيحاول أن يقوم بتعقيم المنطقة أو تطهير المنطقة الشمالية لمحافظة غزة أو كل المناطق الشمالية من مدينة غزة وشمالها ومن جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون حتى وصولا إلى وادي غزة، إلا أنه فشل أيضا في تطهير الشعب الفلسطيني أو تطهير المنطقة، وبالتالي هو ما زال يواجه مقاومة شرسة فلسطينية قبل أن يدخل إلى أرض غزة أو قبل أن يفكر في الاجتياح البري. هو أيضا لديه إشكالية كبيرة في صفوفه الداخلية، هناك سقوط عدد من قياداته ومن جنوده الذين كانوا يعملون في غلاف غزة، وهم بالأكيد وبالتأكيد هم الأدرى والأكثر خبرة ودراية وتدريبا وتأهيلا لقيادة أي معركة برية، باعتبارهم يقفون على الحاجز الجنوبي، يعني هم ينتشرون، كانوا ينتشرون على تخوم غزة من كافة على امتداد الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن الآن هؤلاء جزء منهم ما بين الميت المقتول وما بين الأسير، وبالتالي الباقون منهم الفارين منهم في حالة انهيار تام، إضافة إلى الثكنة العسكرية التي تم مصادرتها كخطط عسكرية ربما كانت تحت يد المقاومة الآن. لذلك الاحتلال الإسرائيلي في حالة تخبط، جيش الاحتلال وقياداته في حالة تخبط، هناك أزمة داخلية لدى قيادة الحرب أو حكومة الحرب للاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو في هذه الظروف وفي هذه الحالة هو يشعر بكثير من الحزن، يريد أن ينقل المعركة لأي جبهة وحتى لو كانت شكلية ووهمية ليسوق لشعبه ولجمهوره أنه منتصر وسيريد أن يقضي على المقاومة الفلسطينية. أطلق شعار أنه سيقضي على المقاومة وسيغير وجه التاريخ كما قال، ويقضي على كل مناحي المقاومة أو حركة حماس كما ادعى، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء. كل الذين سقطوا وكل الذين خسروا هذه المعركة، كل الذين سقطوا هم من الشهداء الضحايا أطفال يعني دكتور ونساء، وبالتالي مدنيين، لم يوجد بينهم، على الأقل لا يوجد بينهم من العسكريين الكبار أو الذين قادوا المعارك بشكل حقيقي. نعم دكتور، يعني عندما ننظر إلى هذا التصعيد الكبير الليلة، خاصة مع انعقاد جلسة مجلس الأمن ويعني واتهام إسرائيل لغوتيريش ورفضها لكلمته في هذه الجلسة والتي تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يعني كيف تقرأ اليوم أيضا هذا التصعيد سواء كان في الضفة الغربية ويعني بالإضافة إلى التصعيد المستمر والمتواصل في قطاع غزة؟ يعني هناك في حالة من الضغط الدولي أصبح واضحا،
هناك رغبة دولية بضرورة وقف إطلاق النار حتى لو هدنة إنسانية. دعت روسيا أكثر من مرة لوقف إطلاق النار، غوتيريش دعا لوقف إطلاق النار، إلى إدخال معونات إنسانية بصورة عاجلة، لأن هناك انهيارا حتى لمؤسسات الأمم المتحدة في داخل غزة. كل ذلك يؤكد على أن الآن الجميع بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وحتى الاحتلال بالمناسبة هو بحاجة لوقف إطلاق النار. لكن وقف إطلاق النار في ظل عدم وجود أي تقدم أو أي إنجاز ملموس لنتنياهو وعصابته، معنى ذلك أن هناك انتصارا للمقاومة والفصائل الفلسطينية في غزة. يعني كيف توقف النار ولم تفرج عن الرهائن، ولم تنتصر عليهم، ولم تلقي القبض على أحد، ولم تتقدم حتى كيلومتر واحد في حدود غزة؟ ماذا يعني ذلك؟ أنك مهزوم، مهزوم حتى لو بالحد الأدنى، يعني لم تحقق أي إنجاز حتى لشعبك أو لمجتمعك الذي ينتظر منك على الأقل القليل، مش هنقول الكثير. ولذلك هو يحاول أن يزيد من التصعيد ويضرب أكثر ويقتل أكثر، وبالتالي يفتح جبهة أخرى، الجبهة الأخرى التي حاول أن يفتحها. وبالمناسبة قبل يعني أيام أعلن رسميا أنه يريد تسليح كل المستوطنين في الضفة، لأنه يدرك أنه لو دخل حربا برية وقام بتسليح المستوطنين سينطلق المستوطنين باتجاه المدنيين وسيواجهون كل العمليات المحتملة من الأراضي الفلسطينية في الضفة، تحديدا في جنين وفي نابلس، وهناك مجموعات عرين الأسود والتي تتشكل من العديد من الفصائل الفلسطينية، وتحديدا فتح والتي تقودها فتح وغالبا الجهاد الإسلامي، وأيضا في جنين كذلك، وهناك العديد من مدن غزة، مدن الضفة، جميعها تشتعل الآن يعني في محاولة للتماسك قليلا إلى حين، انتظارا لما يجري. أعتقد أن كل الضفة الغربية ستشتعل إذا ما أقدم على أي حماقة على مستوى حدود غزة، مجرد هجوم بري. لذلك هو يريد أن يضرب في الضفة حتى لو ضربات محدودة، كأنه يحاول اجتياحا بريا وهميا ليسوق لشعبه أنه أيضا يضرب هنا، وكأنه منتصرا، يصور نفسه أنه قضى على مجموعة من مجموعات المقاومة في الضفة. أيضا هو يريد أن يضرب في لبنان، ويحاول أن يضرب في سوريا، يريد أن يسوق أنه يضرب كل يعني مفاصل المقاومة العربية، حتى المقاومة الداعمة لحماس أو الداعمة للفصائل. يعني دكتور، ألا يكفي فتح الجبهة التي نشاهدها معا، هذه الجبهة المستعرة على قطاع غزة، وهذا الدعم الغربي اللامتناهي له في هذه الحملة ضد غزة، لماذا يتجه إلى فتح جبهات أخرى، خصوصا وأن كما قال مراقبون اليوم أن آليات المقاومة في الضفة الغربية في الأراضي المحتلة في جنين قد تغيرت بعد استخدام عبوات ناسفة، هنالك أسلحة نارية، فبالتالي ما الذي يدفعه إلى هذا التصعيد في كافة الجبهات وهو مأزوم كما تقول؟ نعم، هو فعليا لا يستطيع أن يدخل حربا برية، حتى نكون واضحين وصريحين. غزة انسى موضوع الحرب البرية، هو يضرب بالطيران الآن على مستوى الضفة، يستطيع أن يدخل حربا برية لأنها لا توجد لديها الإمكانيات الضخمة والهائلة كما توجد في غزة من استعدادات قتالية يعني على كافة المحاور القتالية والاستعدادات، ولديها أنفاق ولديها جهوزية عالية كمقاومة، ولديها أسرى أيضا، أسرى كثيرون، يعني عدد كبير جدا، وهو العدد الأغلب والأكثر على مستوى المقاومة منذ عام 48. لم تأسر أي دولة عربية ولا مقاومة فلسطينية ولا أي حركة تحرر فلسطينية منذ عام 48 حتى الآن، وما قبل ذلك أيضا منذ عهد الانتداب البريطاني، لم يأسروا أكثر من يعني أعلى نسبة اعتقال مرت في تاريخ الثورة الفلسطينية كانت في سنة 1982 على يد قوات حركة فتح في 82 في بيروت، وكانوا 8 أسرى جنود مسلحين، وتم أسرهم وتم التبادل معهم في ذلك الوقت بإخلاء كافة السجون التي كانت حوالي 6000 أسير في داخل معتقل ما سمي معتقل جنوب لبنان العسكري،
والذي كان فيه العديد يعني 6000 أسير من أسرى الشعب الفلسطيني والمقاومة الذين اعتقلوهم من لبنان، وأيضا الأرشيف تبع منظمة التحرير الذي قامت بمصادرته الاحتلال الإسرائيلي. نعود إلى هذا المشهد الآن، هو يريد أن يهرب إلى الضفة وكأنه يصور نفسه أنه انتصر فيها، لكن لا يعني ممكن أن يدخل يعني اجتياح بري محدود، كحاول قبل ذلك الدخول في اجتياح بري محدود أيضا هروبا من الأزمات الداخلية، لكنه أيضا فشل فيها. والمرة هذه قد يحاول أن يشعل نارا ويلهي المجتمع الداخلي أن هناك أيضا أزمة داخلية مع يعني مواجهة مباشرة مع إخواننا في جنين أو في نابلس أو في المناطق هذه، وبالتالي هو سيحاول يعني أن ينتصر عليهم. بالمناسبة في جنين وفي نابلس هناك التضاريس مختلفة والجغرافيا الفلسطينية مختلفة، وأيضا هناك مواجهة عنيفة لكن لا ترتقي إلى مستوى المواجهة في غزة والتي تعتبر منطقة مسطحة محروقة على ساحل المتوسط، ولكن هذه الفارق بين هذه وذي وتلك أن هنا موجود أنفاق بشكل كبير جدا وحثيث، وهناك استعدادات كاملة في غزة، لذلك يخشى من الدخول لأنه يعني تم بشكل أو بآخر تم استهداف كافة المواقع العسكرية المحاذية للحدود الشرقية لغزة. هذه الحدود أخي أستاذ رعد يعني من هذه الثكنات منها إحدى مواقع القيادة العسكرية لجيش الاحتلال، والتي يوجد فيها وهي حقيقة يوجد فيها كافة الخطط البرية لاجتياح غزة. هذه الخطط تم التدريب عليها منذ فترة مسبقة، الآن هي ليست بحوزة القيادة الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى لو كانت نسخة منها مكررة في مقر القيادة لديهم في تل أبيب أو ما شابه، لكن هناك انكشاف لهذه الخطة، وبالتالي أنت عندما تستعد لخطة دائما تكون سرية على كل المستويات لتفاجئ الطرف الآخر. الآن كل أوراق اللعبة لدى الاحتلال مكشوفة لدى المقاومة، ولذلك هو يخشى من الدخول منذ اللحظة الأولى. أيضا لديه انهيار في معنويات جيشه ومعنويات رجاله، هذه المعنويات انهارت في اللحظة التي قامت المقاومة بدخولها وتم تصوير كل رجال الذين اعتقلوهم من جنود ومن ضباط ومن كبار رجال المخابرات اعتقالهم وإخراجهم من الآليات. كان المشهد يعني بالنسبة لجنود الاحتلال فظيعا ومرعبا أن تقوم بدخول إلى غزة، هم ذهبوا لك هناك، وعندما تدخل إلى غزة تم تكرار المشهد أيضا في عام 2014 ودخلت دبابات الاحتلال وتم اصطياد العديد منها وتدميرها، ومن ثم تم قتل عدد من جنود الاحتلال وأسر عدد منهم، وأيضا في محافظة رفح وجنين، وبالتالي رفح والشجاعية عفوا، وبالتالي هذه المعارك واضحة ومشهود لها. أيضا حتى في بيروت يعني العقلية الفلسطينية في المقاومة يعني تنتمي إلى عقيدة صاحب حق لا يستطيع، لا يمكن له الاستسلام، لا يوجد في الخريطة الفلسطينية ثقافة الاستسلام، يعني فقط دكتور المفارقة هي القدرات العسكرية لدى الاحتلال. نعم يعني دكتور ذكرت نقطتين يعني أثاروا اهتمامي، أولا موضوع الاعتقالات اللي بشكل كبير والاعتقالات الإدارية تحديدا، يعني نريد أن نوضح الاعتقالات الإدارية وإلى أين تؤدي بالمعتقل الفلسطيني. نعم. النقطة الثانية هي الهجوم البري الذي تحدثنا عنه، هل يعني تعتقد وبرأيك يعني أنه غير مطروح الآن الهجوم البري، ولكن هناك يعني كما تحدث الجهات الأمريكية بأن أقنعت إسرائيل أو نتنياهو تأجيل الهجوم البري لتحرير المحتجزين، ومن ناحية أخرى هل تعتقد أيضا مع دخول فصل الشتاء ستكون أصعب على قوات الاحتلال الدخول إلى غزة؟ بالتأكيد، يعني خلينا أبدأ من موضوع الهجوم البري والموقف الأمريكي. يعني كان بايدن قد جاء إلى المنطقة وحث نتنياهو على الضرب وبيد من حديد، ولكن بعدما اكتشفوا أن هناك انهيار في البنية والقيادة العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعني بدأت حتى الاستخبارات الأمريكية والتقارير تقول أن هناك يعني ينتظر جيش الاحتلال جهنم،
غزة هي جحيم ستكون على الاحتلال الإسرائيلي للكثير كما ذكرت لك الانهيار العسكري الذي في الجيش المعنوي، الاعتقالات الأسرى من الجيش الاحتلال وتم يعني نقلهم إلى مناطق يعني سرية تحت الأرض كما هو معلوم. هذه المناطق تم تجهيزها وتحصينها بشكل كبير، وبالتالي هم يخشون من الدخول. الآن المشكلة الأخرى وهي أيضا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أنه لا يمكن الاتصال ب يعني لديه أكيد بالتأكيد لديه بعض الأشخاص من الطابور الخامس الذين يعملون لصالحه في داخل الأرض المحتلة أو أرض غزة بشكل عام، لكن لا يستطيع الاتصال بهم نتيجة المتغيرات التي حدثت في شبكة الاتصالات، الضربات، البنية التحتية، وبالتالي هناك إشكالية. أيضا هناك يعني أكثر من ذلك، أقول لك عادة لما تكون هناك حروب يتم تدريب الجيوش على خارطة الجغرافيا للاجتياح في حرب المدن تحديدا. يعتقد نتنياهو أو تعتقد القوات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أن لديهم الجاهزية لضرب المدن واجتياح المدن أو احتلال المدن أو من خلال حرب المدن، لكن حتى حرب المدن غير موجودة لأنه أنت ضربت المدن وغيرت معالم الجغرافيا للمنازل الفلسطينية. إذا أنت كنت متدرب على الدخول من شارع واحد ثم الانتقال إلى شارع اثنين أو شارع ثلاثة والتحرك فيما بينها، الآن أين يوجد شارع ثلاثة وأين يوجد شارع واحد؟ كله تم ضرب بنية تحتية كبيرة جدا وتغيير معالم المدن والقرى، وبالتالي هناك إشكالية أيضا في الدخول. ولذلك حتى القادة العسكريين الأمريكان الذين وصلوا إلى تل أبيب للمشاركة في أو كمستشارين لقيادة الحرب في جيش الاحتلال، أعتقد أنهم سيفشلون كما فشلوا في الفلوجة في العراق وكما فشلوا في الموصل وفي العديد من الشواهد تؤكد أنهم لن يستطيعوا الدخول غزة. ولذلك بدأ بايدن يحث نتنياهو على أنه يتريث قليلا لأنه يخشى من الهزيمة الجديدة. إذا انهزم نتنياهو ستكون كارثة على المجتمع الغربي الذي يعني بادر بإرسال كافة الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات وهو في الطريق أيضا إيزنهاور وإرسال مارينز، على ماذا؟ على ماذا؟ على شعب أعزل، على شعب أعزل لا تستطيع أن تقوم باجتياحه، ستكون أصعب بكثير. وبالمناسبة هم وضعوا خطة قبل ذلك لاجتياح الفلوجة أعتقد 3 شهور إذا يعني يصحح لي الأستاذ رعد، لكن استمروا فيها معركة لمدة عام تقريبا أو 10 أشهر 9 أشهر تقريبا، وبالتالي فشلوا في اجتياحها أو في دخول الفلوجة إلا تكبدوا الكثير من الخسائر. الآن هم وضعوا خطة لاجتياحه، بالمناسبة هي كمان أيضا المساحة كانت صغيرة، يعني مساحة الفلوجة ومساحة الموصل صغيرة بالمقارنة مع مساحة غزة التي تصل إلى 360 كيلومتر مربع. في هذه المسألة هناك 40,000 مقاتل كما أعلنت حركة حماس، من حركة حماس، هذا إذا أضف إلى ذلك الفصائل الفلسطينية الأخرى، نحن نتحدث عن لا يقل عن 50 إلى 55 أو ربما 60,000 مقاتل، معظمهم يعني موجودون وفي متمركزون في مواقعهم. ثم أيضا النقطة الأخيرة في ذلك أن كل هذه العمليات هم وضعوا خطة سميت دور تو دور، يعني الباب من الباب للباب، وهذه الخطة معنى هي تأتي في البداية ضرب بالطيران لتطهير كل منطقة الشمال من وادي غزة في منتصف غزة بالضبط وصولا إلى الشمال زحفا، تطهير كامل وحرق وتدمير كل المنازل وإخلاء السكان والتي يبلغ عددها حوالي بالضبط 1,200,000 فلسطيني، نقلهم إلى المحافظات الجنوبية وهي منطقة الوسطى. يعني سأستفيد أكثر دكتور في هذه النقطة، لكن لم تجب حتى الساعة على موضوع سألتك زميلتي. هم حاولوا على موضوع الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري هذا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. الاعتقال الإداري هناك أنواع من الاعتقالات، في هناك الاعتقال الإداري وفي هناك اعتقال مباشر بالتوقيف على تهم، يعني تهمة. ماذا يعني؟ عندما يعني يعجز الاحتلال الإسرائيلي عن اتهام شخص بأنه ناشط سياسيا أو ناشط عسكريا يقوم باعتقاله ويتهمه، إذا كنت مدرسا أو معلما أو مهندسا أو طبيبا يأتي يقوم باعتقاله
من البيت ووضعه في المعتقل بدون أي تهمة، ويلقيه لمدة شهر شهرين ثلاثة بدون أن يتوجه إلى النيابة العسكرية ولا التحقيق ولا أي تهمة، يلقى في المعتقل لمدة 6 شهور. طيب عندما يأتي إلى الإفراج عنه، يتم قبل الإفراج عنه بيوم يتم التجديد له 6 شهور أخرى، وهكذا يظل في المعتقل بدون أي تمديد، وهو إجراء غير قانوني وإجرامي بحق هذا الإنسان. أذكر أنه كان هناك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وصل في الانتفاضة، انتفاضة الحجارة في 88، وصل إلى 20,000 معتقل إداري دون وجه حق، وبالتالي كانت هذه تعتبر ضمن جرائم الحرب أن تعتقل إنسان بدون أي تهمة بدون أي إثبات أو دليل، ويجب عليه في خلال 18 يوم تقديمه للمحاكمة أو تقديم ملف تهم ضده، وإلا يتم الإفراج عنه فورا، ما يسمى بالاعتقال الاحترازي. الاحترازي شيء والإداري شيء. الاعتقال الاحترازي تقوم باعتقاله ثم التحقيق معه لمدة 18 يوم، لا يوجد عليه أي دليل، لا يوجد عليه أي إثبات تفرج عنه. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يقوم الآن بالاعتقالات الإدارية لعدد من المفروض أنهم، هو يعتقد هيك، أنهم سياسيين قد يكونوا نشطاء لاحقا، قد يكونوا يشكلوا خطر، قد يحرضوا علينا، وبالتالي يجب اعتقالهم قبل أن تتفاقم الأمور في الأراضي الفلسطينية. بالمناسبة من يوم 7 أكتوبر الماضي حتى الآن أكثر من 1,000 شخص تم اعتقالهم إداريا. نعم. طيب دكتور، لو تحدثنا الآن عن موضوع هذا التصعيد، وكما شاهدنا ونشاهد معك هذه الصور التي كانت قبل قليل لما حدث في مخيم جنين، والذي وفق مراسلتنا ارتفاع عدد الشهداء لقصف الاحتلال لمخيم جنين إلى 4 شهداء، كانوا 3 ازدادوا 1 بعد الحديث عن إصابات بالغة بين المواطنين. هذا التصعيد الآن الذي نشهده في جنين، في نابلس، في العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة وغيرها، يضاف إليها القصف وسلسلة القصف المتواصل على قطاع غزة واستهداف الجنوب منه. هل هنالك من خطة تراها يتحرك بها الاحتلال الآن؟ هل هنالك من سيناريو واضح، كما كان يتهم الاحتلال من الأمريكان بأنهم لا خطة لديهم في موضوع الاقتحام البري أو الأهداف العسكرية غير واضحة لديهم؟ شوف، هو مجرد ما فتح حرب أو معركة أو هجوم أيا كان شكله على منطقة جنين، معنى ذلك هو يعني خلاص مش حيدخل غزة، لأنه يدرك إذا فتحت جبهة في الضفة فأن هناك كارثة ستكون، إذا ما أقدم على غزة سيكون هناك جحيم، وهو في الحقيقة لن يدخل على غزة مطلقا. أنا أرى ذلك، يعني هو محتاج إلى وقت لتدريب رجاله لجنوده للدخول إلى منطقة غزة، باعتبار أن الفرقة الأولى واللي هي الهجومية أو المجموعة التي كانت ستقود معركة الهجوم على غزة في أي حرب برية وهي مستعدة مسبقا، تم استهدافها بشكل مباشر من المقاومة، وهناك العديد منهم قتلوا على أرض المعركة وعلى الحدود مباشرة، وتم أيضا أسر عدد منهم من قادتهم كمان مش من الأشخاص العاديين. هؤلاء مدربين ومجهزين لدخول غزة، لا يمكن أن تستبدل شخص آخر موجود مثلا على الجبهة الشمالية أو موجود في قيادة الاحتياط وفي جيش الاحتياط تأتي به مباشرة وتقول له خش الحرب بكرة. وبالمناسبة على فكرة، يعني إحنا في سنة 48 عندما بدأت الحرب في 15 مايو 48 بدأت الجيوش العربية تهرول إلى فلسطين. ماذا حل بها؟ هزمت لأنها لم تستعد للمعركة، يعني فيش تريننج جاهز، وبالتالي ليس لديها تدريبات ولا تجهيزات ولا تأهيل، دخلوا صحيوا من النوم راحوا يجروا على الحرب فهزمت الجيوش العربية. الآن أي جيش في العالم بده يكون مدرب ويكون عنده خطة بديلة، خطة 1 2 3 بلان بي اي سي، وبالتالي كل الخطط بتكون مجهزة إذا لم يفعل هذا الخطة نفعل هذه، وتكون القوات مدربة عليها، ويتم اللي هو إجراء مناورات بين الفنية والأخرى على دخول الحرب البرية، على دخول المعارك سواء جوية برية أو حتى بحرية، وكل ذلك يكون مجهز ضمن خطط. إذا تم السيطرة على هذه الخطط أو حتى كشفها، ما فائدتها؟ تصبح يعني كحبر على ورق، ليست مفيدة. لذلك هو يريد أن يهرب من المعركة البرية التي يصور نفسه أولا الولايات المتحدة تضغط عليه وهو يريد الحرب، وهي تضغط عليه بالمناسبة خايف عليه من الفشل،
خايف عليه من الفضيحة، وبالتالي بايدن يريد أن يقول لا انتظر حتى يعني نخرج الرهائن، يعني هناك فرصة لإخراج الرهائن. لذلك بايدن يريد فقط أن يعني يضيء وجه نتنياهو بأنه قوي وأنه لديه القدرات بدخول غزة. الجانب الآخر نتنياهو يريد أن يقول لشعبه أنا كنت أريد أن أدخل إلى غزة، لكن بايدن والمجتمع الدولي اللي هم في ظهري ودعميننا وسند إلنا سينتظروا قليلا وطلبوا مني أنتظر، لكن في اللحظة هذه أنا لن أسكت، حنتقم منهم في الضفة أيضا. فيريد أن يذهب إلى الضفة، يحاول أن يصور نفسه بطل، لأنه آجلا أم عاجلا مجرد أن تنتهي هذه الحرب، مجرد أن يحدث وقف إطلاق النار، نتنياهو إلى جحيم المقاضاة وجحيم القضاء لدى الاحتلال، سيذهب إلى المحاكمة وسيتم طرده من الحياة السياسية. وأنا بنظري هو مات سياسيا وفقط انتظارا لانتهاء الحرب على غزة أو الحرب المسعورة الآن. نعم. يعني بالعودة إلى الليلة والتصعيد المتواصل من قبل قوات جيش الاحتلال في عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن، يعني عندما نتابع ما جرى في الجلسة نرى بأن الجامعة العربية والمجموعة العربية رفضت المشروع الأمريكي، المشروع الأمريكي والذي يتضمن يعني عدة نقاط، منها عدم، والنقطة المهمة التي كانت هي عدم طرح فكرة أو مشروع بند ما يتحدث بوقف إطلاق النار. هذا القرار الأمريكي أو المشروع الأمريكي، هل تتوقع التصويت عليه من قبل الدول الأعضاء دكتور لربما بالرفض من قبل أو استخدام حق الفيتو من قبل روسيا؟ يعني بالتأكيد المشروع الأمريكي مرفوض عربيا ومرفوض حتى دوليا، لأنه الولايات المتحدة مش عايزة وقف إطلاق النار بالصورة الحالية، لا حتى لا ينتصر يتصور للعالم أن المقاومة منتصرة. على ماذا أوقفت النار يا تل أبيب حكومة الاحتلال؟ على ماذا أوقفت النار يا مجتمع دولي؟ أوقفنا النار النتيجة المحصلة حتى هذه اللحظة، إحنا خلصنا الشوط الأول، خلينا نقول أي ماتش خلصنا الشوط الأول، المقاومة يعني مسجلة 3-0، الاحتلال لا يوجد نتيجة 0-0-0، وبالتالي المقابل 0 المقاومة 3، دخول الأراضي الفلسطينية وقتل عدد كبير جدا من جيش الاحتلال والسيطرة على مراكز عسكرية والحصول على الكثير من المعلومات الأمنية، 3 اعتقال عدد كبير جدا من جيش وهي غير مسبوقة في التاريخ. النقطة الرابعة أنه حتى 18 أو 19 يوم حتى اللحظة لم يتم استهداف المقاومة بشكل مباشر، كلما تم استهدافهم هم مدنيين، وهي كارثة بحق الإنسانية والمجتمع الدولي، وهي آجلا أم عاجلا سيلاحق الاحتلال الإسرائيلي، سيلاحق نتنياهو وعصابات الاحتلال الإسرائيلي وضباط وطيران، يعني قادة الاحتلال الطيران الضباط الطيران الذين يقومون بالقصف، كل جندي يقوم بالمعركة من حق الشعب الفلسطيني أو حتى أي إنسان شعر بالتضرر المعنوي. وربما هو هذا السبب الذي يدفع الولايات المتحدة وداعميها وداعمي نعم. إسرائيل إلى التأكيد والتركيز على نقطة حق إسرائيل نعم. في الدفاع عن النفس؟ بالضبط، هم يقولون دائما حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وإظهار أن المدنيين الإسرائيليين يعني حتى لا يتم ملاحقتهم عسكريا حتى قضائيا يعني حتى لا يتم مقاضاتهم. لكن في نقطة أخي أستاذ رائد، أنه الآن الصورة التي ظهرت للمجتمع الدولي في اللحظات الأولى والوهلة الأولى، الحقوا ذبحوا الأطفال والصورة والكذب والافتراء التي سوقها الاحتلال الإسرائيلي في البداية، ظهرت جليا في الأمم المتحدة، حتى أن سفير الاحتلال الإسرائيلي مزق التقرير الدولي تبع الأمم المتحدة وقال أنه كأنه يعني يتحدى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس. وبالتالي هناك أزمة الآن لدى حتى دول الغرب بدأت تتغير في لهجتها، المجتمع الأوروبي الأمريكي تحديدا خرجوا بمظاهرات صاخبة ضد الكونغرس، هناك 400 عضو في الكونغرس الأمريكي وقعوا على عرائض بضرورة أن يتغير المشهد، هناك انقسام في داخل الخارجية الأمريكية بالضغط على الرئيس الأمريكي بضرورة أن يتغير هذا المشهد، بدل من أن ننحاز للاحتلال الإسرائيلي على الأقل نقترب من الحياد قليلا ليس أكثر من ذلك، لأنه
كل هذا يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر. أعلنت رسميا الولايات المتحدة الليلة أن هناك 10 هجمات لمواقع عسكرية أمريكية أو مواقع أمريكية في العراق، وثلاثة أعتقد في سوريا. وبالتالي نحن نقول أن هناك في تغير تدريجي. هذا التغير يجب أن الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد الاحتلال الإسرائيلي، لذلك هي لا تريد أن تخسر كل شيء، في نفس الوقت لا تريد أن أيضا أن تفتح جبهات أخرى. لذلك هي تحاول يعني أولا أن تطلب من نتنياهو توقف قليلا عن دخول أي حرب برية، انتظر إلى حين أن تصلك إلى الإمدادات الأمريكية في المنطقة، انتظر حتى نقوم بترتيب بعض الإجراءات مع الدول الإقليمية في المنطقة، سواء مع إيران مثلا. يعني هناك خلي بالك فتحوا موافقة لإيران وإدخالها في منظومة الاتفاق الأخير الذي جرى مع الأمم المتحدة. هذا أيضا يأخذ بالحسبان. إعلان لبنان رسميا في الأمم المتحدة اليوم أنها ليست على استعداد لدخول حالة حرب، مع أنها طبعا تدين العدوان وتدين القتل وتدين الجرائم. وبالتالي هم يريدون تأمين الجبهات المحيطة للاحتلال الإسرائيلي، يعطونا فرصة لنتنياهو. يعني بعيدا عن الجبهات دكتور، نعم. يعني فقط لأن الأرض ربما تفرض علينا التساؤل، هذه الصور تأتينا منذ قليل أيضا من الضفة الغربية ومخيم جنين وما يحدث هناك، هذا الاستهداف بالطائرات لمجموعة من المواطنين أو للفلسطينيين الذين أجابه المدرعات الإسرائيلية وأعطبوا ثلاثة منها. نعم. يعني بعيدا إذن عن الخارج، خارج فلسطين، خارج إسرائيل، ما يحدث الآن في الداخل، هل هذه الاشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بمدينة طوباس شمال الضفة وكذلك بمدينة جنين وعدد من المناطق، هل هذا يعني أن هنالك احتمالية لاشتعال الموقف الميداني بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في هذه المنطقة لدرجة أن نقترب من شكل انتفاضة مثلا؟ يعني هو الانتفاضة التي جرت في عام 2000 حتى 2004 بقيادة ياسر عرفات في ذلك الوقت، والتي كان يقودها ياسر عرفات رحمه الله، كانت انتفاضة مرعبة للاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لديه إشكالية في أن الضفة الغربية هي عبارة عن تلال وجبال، جبال الخليل، جبال نابلس، جبال جنين، جبال حتى المحيطة والمحاذية للقدس، وصولا إلى أريحة. كل هذه الجبال سلسلة جبلية ممتدة على طول الضفة، يعني بامتداد الضفة الغربية لنهر الأردن. هذه الجبال تطل بشكل مباشر على تل أبيب، على المدن الفلسطينية المحتلة عام 48، وبالتالي تشكل خطر. أي إنسان فيهم يحمل أي من سلاح متوسط يعني مضاد للدروع أو غير ذلك تشكل خطر عليهم، فما بالك لو امتلكوا من نصف القدرات الموجودة لدى المقاومة في غزة. فبالتالي هناك خطر حقيقي على أمنهم. لذلك لاحظ حتى المستوطنين الآن هم يتسلحون. كل الانتفاضة الماضية أكثر من 1250 إلى 1300 جندي إسرائيلي ومستوطن تم استهدافهم بشكل مباشر من كتائب شهداء الأقصى لحركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى. طبعا في ذلك الوقت حتى الاجتياح الذي جرى في الضفة الغربية في عام 2002 يعني استمر فترة طويلة جدا محاولة الاحتلال الإسرائيلي اجتياح الضفة، تكبدت خسائر فادحة في أرواح الجيش الإسرائيلي، خسائر فادحة في الآليات. جنين احتاجوا وقت طويل، 3 مرات فشلوا، يعني هم لاحظ دخلوا في مدينة بغداد إذا تتذكر، في نفس الفترة التي بدأوا في يعني اجتياح بغداد في العراق في 30 مارس تقريبا 2002، وفي خلال 9 أيام تقريبا كانت معارك طاحنة، ودخلوا اجتاحوا في العراق، دخلوا إلى مناطق طويلة. في جنين احتاجوا إلى أكثر من شهر ليدخلوا مدينة مساحة كيلومتر مربع، يعني استشهد فيها بمن فيها. كل رجال المقاومة في ذلك الوقت
استشهدوا كليا، يعني 52 فدائي كانوا فقط متمركزين في مخيم جنين سقطوا شهداء، لكن بعد أن أفقدوه العديد من قتل الجنود قتلوا الكثير من جنود الاحتلال الإسرائيلي. 3 مرات يتم تغيير الخطط والفرق العسكرية وسقوط كتائب كاملة تدخل بجيش الاحتلال بطائرات مدفعية لم يستطيعوا دخول مخيم جنين، وبالمرة الأخيرة كمان أيضا خلال الشهر اللي فات لم يستطيعوا دخول جنين. لذلك دخولهم في معارك حقيقية في الضفة ستفقدهم توازنهم أكثر مما هي عليه في غزة، لذلك هم يخشون الدخول للحرب البرية. هي جنين دكتور وجنين ونابلس يعني لها ويعني واتبعها كمان طوباس وهي تبع يعني من نعم. هي مناطق جغرافية صعبة، ومع ذلك فإن قوات الاحتلال عندما تبدأ بالهجوم في الضفة الغربية أو الاقتحامات فهي تقتحم في جنين ونابلس. نعم، لأنها هذه معقل المقاومة الفلسطينية والفدائيين الفلسطينيين. لو دخلت بقوات أكثر قد تحقق يعني ما يسمى بالانتصار الوهمي على إظهار نفسها بطل. نتنياهو يريد أن يظهر بطل، كل ما يحلم فيه أن يظل بطل الهيرو تبع شعبه، لذلك هو يخاف من فكرة الفشل. أنك لماذا لم تدخل إلى غزة؟ لماذا لم تقاوم؟ لماذا لم تضرب المقاومة الفلسطينية؟ ها هم أحياء حتى هذه اللحظة، كل من قتلتهم مدنيين، وين الانتصار تبعك؟ فلذلك يريد أن يسوق، هو حيحاول يصور نفسه أنني أنا أردت أن أدخل أمريكا، طلبوا مني تأتريث، وفي نفس الوقت يريد أن يعطي نفسه إذا ضرب جنين أو ضرب نابلس أو ضرب في الضفة هو فقط يعني مجرد يعني إشغال المجتمع تبعه بأن هناك معركة، وفي نفس الوقت يريد أن يجهز نفسه أكثر استعدادا ووضع خطط جديدة وخطط بديلة لدخول غزة في محاولة فقط لانتظار قوات المارينز التي ستأتي وربما تشاركه. إذا كان وصلت إليه مجموعة من المستشارين الأمريكان إلى الحرب يعني لتحضيره ولاستعداد الدخول إلى غزة، إذا ما عليه أن يفعله؟ هو عليه أن ينتظر قليلا إلى حين أن ينتظر. خلال الفترة هذه سيستمر في ضرب الطيران، وهذا طبعا كارثي على شعبنا. نتمنى من شعبنا أن يحاول الصمود ويعني الثبات، أكثر من ذلك صعب طبعا، ولكن يحاول الصمود والثبات في الضفة الغربية. يحاول شعبنا أن يتجنب أيضا كل مظاهر العدوان وكل مظاهر الاجتياح، على الأقل لإشغال هذا الاحتلال من اجتياح غزة وتدميرها كما جرى الأيام الماضية.